نحلل بعضا من هذه المعطيات مع ضيفنا من نابلس، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة النجاح، الدكتور حسن أيوب. دكتور حسن، أهلا وسهلا بك معنا. أهلا بكم. هذا ليس الاقتحام الأول، نتحدث عن 30 اقتحاما منذ 7 أكتوبر، هو الأول بعد شهرين لكن بدموية فائقة، فهل يختلف السياق وتختلف الأهداف هذه المرة؟ لا أعتقد أن الأهداف أو السياق تختلف. وفي حقيقة الأمر فإن هذا النوع من الاقتحامات والاجتياحات يأتي دوما، وحتى قبل عملية طوفان الأقصى والسابع من أكتوبر، في سياق ما يمكن وصفه إسرائيليا بأنه عملية الضغط المتواتر التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيمات الضفة الغربية وتحديدا مخيمات شمال، لإبقاء بؤر المقاومة التي تتكون من كتيبة جنين أو في مخيمات طول كرم نور شمس ومخيمي طول كرم ونور شمس أو عقبة جبر أو قبلها في مخيمات مدينة نابلس، وهذا لا زال مستمرا في مخيم بلاطة، وتستخدم فيه الطائرات المسيرة، ومؤخرا استخدم قبل بضعة أيام عملية قصف من طائرة حربية إسرائيلية، وهذا أمر يعني تقريبا غير مسبوق في السنوات الأخيرة. إذا نحن أمام طب هذا كيف واقع يفسر؟ هو تريد فعلا إسرائيل فيه أن تفرض. نعم منذ بدأ تماما الاقتحامات في الأشهر تماما الأخيرة، هذا وعندنا استهداف الأطباء والتلاميذ أيضا، كيف يفسر كل ذلك؟ يعني والمعلمين. لا يمكن عزل ما يجري في مخيم جنين ومخيمات الضفة الغربية عن ما يجري في قطاع غزة. القتل العشوائي، طلاب وأطباء ومعلمي مدارس وسواهم من المرة وفي ساعات الصباح التي يعني تكون فيها حركة الشارع الفلسطيني في أوجها، اقتحام من هذا القبيل مورس، وهناك يعني معرفة مسبقة بأنه سيترتب عليه الكثير من الضحايا الفلسطينيين. هذا إرهاب دولة منظم أقل ما يمكن أن يقال فيه، يهدف إلى منع إمكانية بروز أو تمدد أو تعزيز ظاهرة المقاومة المسلحة في الضفة الغربية المتمثلة في كتيبة جنين وغيرها من الكتائب. وهذا يعني انعكاس واضح لسياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية والحكومات السابقة، أنها بصدد أن تحسم الصراع مع الفلسطينيين بمعنى إخضاعهم وقبولهم بما يمكن أن تقدمه إسرائيل لا أكثر ولا أقل، أي أن يتخلى الفلسطينيون عن أحلامهم وعن طموحاتهم الوطنية بأن يكون لهم كيان أو أن يكون لهم دولة مستقلة أو حقهم بتقرير المصير. هذه هي خلاصة فكر أشخاص مثل بتسلائيل سموتريتش وإيتمار بن غفير وبنيامين نتنياهو، التي تستمد جذورها من عقيدة جابوتينسكي، فلاديمير جابوتينسكي، التي تعرف باسم الايرون وول، الجدار الحديدي، وهي قائمة على أساس أنه يجب أن تجتث من عند الفلسطينيين أي أمل لهم بأن يكون لهم أي كيان أو حقوق لكي يوقفوا مقاومتهم للمشروع الصهيوني كمشروع استعمار استيطاني. من الزاوية السياسية العملية هذا يعني أن هناك عمل دؤوب لكي يتم ضم الأجزاء الأوسع من الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية وفرض الواقع الاستيطاني عليها وتحويل الضفة الغربية إلى دولة مستوطنين. هذا ما يحدث فعليا على الأرض، ومن متطلباته المؤكدة هو قمع أي شكل من أشكال المقاومة ليس فقط المسلحة. إسرائيل اعتقلت منذ 7 أكتوبر في الضفة الغربية ما يقرب من 10,000 فلسطيني، جزء كبير منهم يعني أكاديميين ومفكرين وأطباء وطلاب جامعات وطلاب مدارس ليس لهم علاقة مباشرة بظاهرة المقاومة المسلحة. هناك عملية قمع على نطاق واسع وغير مسبوق بعد طيب عملية دكتور طوفان الأقصى. حسن، جنين لطالما شكل تاريخيا عقبة كبرى أمام هذا الاحتلال وأمام الفكر الصهيوني المحتل الذي تفضلت بشرح جزئية من أهدافه، لكنه لم يحقق ذلك، فهل يعطي هذا التحول في منسوب القوة العنيف للاحتلال نتائجه المرجوة؟ هل يساعد في تحقيق هذه الأهداف؟ لو كان سيساعد في تحقيق أهداف إسرائيل فكرة أنه ما لا يأتي بالقوة سيأتي بمزيد من القوة لتحقق ذلك منذ زمن.
جنين كمدينة وكمنطقة واسعة لها إرث تاريخي طويل في مقارعة الاستعمار والاحتلال منذ ثورة الشيخ عز الدين القسام والثورة الفلسطينية الكبرى، وارتبطت يعني أسماء كبيرة في هذه الثورات بمدينة جنين ومنطقة جنين مثل الشيخ فرحان السعدي. وإذا انتقلنا زمنيا إلى ما بعد العام 67، مدينة جنين في الانتفاضة الثانية، مخيم جنين تحديدا خاض معركة أسطورية في مواجهة الجيش الإسرائيلي امتدت على أيام طويلة، وبني فيها الجيش الإسرائيلي بخسائر جسيمة في مخيم جنين. إذن هناك إرث طويل يقف وراء أن تكون جنين يعني هي السترونج هولد، المعقل، النواة، واحدة من الأنوية الصلبة للمقاومة التي كلما سلطت عليها مزيدا من العنف والقتل والاغتيالات كلما كان هناك يعني مزيد من الإصرار على تقدم يعني أجيال جديدة من المقاومين الذين ينتمون إلى مختلف الفصائل. وهذا واحد من مصادر قوة هذه الظاهرة، هو أنها عابرة للفصائل أولا، وثانيا هي مقاومة محلية مرتبطة بالمكان، مرتبطة بالدفاع عن الذات وعن الوجود وعن رمزية المخيم ودوره في القضية الوطنية الفلسطينية. لذلك تلجأ إسرائيل إلى هذه الوحشية المتزايدة في مخيمات الضفة الغربية، ومعها عمليات التجريف وتخريب البنى التحتية وتدمير المحال التجارية والعيادات، وكأنها تريد أن تنقل رسالة واضحة وصريحة بأننا سنحول هذه النواة الصلبة إلى دمار شامل وندفع الناس إما إلى ترك المخيمات أو الانقلاب على ظاهرة المقاومة وتجريدها من نعم حاضنتها الشعبية. لذلك جنين تلعب هذا الدور، لأن كل يعني قصة كتائب المقاومة المسلحة في كل أنحاء الضفة الغربية بدأت من جنين، هي شكلت النموذج الذي يعني انتشر إلى نابلس وإلى عقبة جبر وإلى غيرها من المواقع، ولا زالت تمتلك جنين هذه الأهمية الرمزية في سردية المقاومة كما تظهر اليوم سواء كان في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. شكرا جزيلا لوجودك معنا من نابلس، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة النجاح، الدكتور حسن أيوب.